السلام عليكم. حنا عندنا واحد الظروف خاصه، حنا الناس دار سبته فهاد الجائحه شدت الديوانة، سيدنا عملنا الخدمه، عملنا انعاش الوطني، مشينا كان بشكر الله بيده 184 الف فرنك ودرهم 20 فرنك، وقلنا تبارك الله بدينا خدامين، خدمنا كان لي 10 شهور كان لي 7 شهور، عيطوا لنا في الليل، كان لي عيطوا الخمسة د العشيه، كان لي عيطوا الستة د العشيه، قال لك يا سيدي هاد الخدمه جات مع سيدنا، الله يطور سيدنا، الله يخليه طاش فوق راسنا، هاد الخدمه جات مع سيدنا، قلنا بسم الله، مشينا خدمنا، قال لك يا سيدي ما تبقاو خدامين كل نهار، هاد الناس هنايا غير الناس اللي ما قاريشي، مشينا مدينة، مشينا مدينة، ملي مشينا مدينة، قلنا لهم واش غنخدموا، قال لك غتوقفوا هاد الخدمة غتخدموا، ملي كنجيو غنغوتوا، هذا كيصيفطنا لهذا بحال كرة، بحال كرة هذا كيصيفطنا لهذا. عدلوا معنا قونا في شهر واحد ان شاء الله يكون الخير، استنينا شهر واحد ما كاين والو، حنا عندنا ظروف خاصة، حنا حياتنا ولادنا ربيناهم السبتة وشدت سبتة، سيدنا كيبغينا كيعرفنا المصلحة، شدت سبتة، قلنا الحمد لله تبارك الله 180 فرنك هي ما هي والو، إنما كنجيبوا بها البوطة، كنجيبوا بها شرط كرادة طحين، كنسخروا بها وليداتنا، عندنا البنات، عندنا الدراري كيقراو، حنا اللي مسدودين علينا، ما عندناش فين نمشيو، الإسعار مطيشة، لا تروح حتى على الغلا، مطيشة كتعمل 1300، البطاطا كتعمل 8 درهم، 9 درهم، المصلعة 10 درهم، حنا اش غناكلو؟ ننتحروا هنا ولادنا في البحر، وليداتنا مشاو في البحر، وليداتنا ماتوا، علاش ماتوا؟ وليداتنا كاين شي قط كيخرج حاشاك ولا كلب كيخرج من دار العرس، ما كاينش شي، ما كاينش شي. الناس وليداتنا ماتوا، ما عندناش ما ناكلو، ما عندناش ما ناكلو، الريكون ما فيها عامل، ما فيها خدمة، ما فيها حتى شي حاجة. حنا خايم الناس اللي كنا كنخدموا في معبر باب سبتة، لما كانت باب سبتة كتسد، كانوا كيهيئونا المسؤولين اللي كانوا في الجمارك كيقولوا لنا عاد تسد باب سبتة غنعطيكم البديل، الدولة غتعطيكم البديل، سيدنا غيعطيكم البديل، لما جا وجابوا لنا البديل جابوا لنا الإنعاش الوطني، خدمونا في الإنعاش الوطني مشينا خدمنا، قلنا اللهم هذيك 180 الف فرانك ولا نموتوا بالجوع، لأن سبتة الحدود سدت، حنا مع السدان مع سيدنا مع كل شيء. عاش الملك الله المغرب الوطن. ملي جينا خدمنا في الإنعاش الدورة المبادرة الوطنية للتنمية البشرية للتعاونيات، حيدونا من التعاونيات، جابونا الإنعاش، رجعونا من الإنعاش، قال لكم غتمشيو تسديو في أوراش، حنا ما كنعرفوا شي أوراش، وهاد الناس كلهم أميين. مشينا لأوراش خدمنا 4 شهور، قال لنا ملي عتسالي أوراش غنردوكم للإنعاش. جلسنا من أوراش لحد الآن ما كيبدوا يجيبوا فينا، ما بغاوش يخدمونا. بغينا نعرفوا أشنو السبب. ما تيش 10 دراهم، بطاطا 10 دراهم، كل شيء كل شيء غالي، الضو، الماء، الكرا، أنا هجانة عندي 5 العيال، فين غنمشي؟ أنا ملي كنت نخدم في معبر باب سبتة، عمر شي مسؤول هنا ما جيت عنده. علاش كنت هزة ولادي؟ لأني كنت كنجيب طرف الخبز. اليوم أصبحت في الشارع أنا وخمسة العيال، فين غنمشي؟ كنجي عند أي مسؤول، كيقول لك سير في حالك، ما غتخدمش، سير في حالك، ما غتخدمش، علاش؟ سيدنا عطانا ذاك الدعم باش نعيشوا به حنا ولادنا بالكرامة، فين هي الكرامة؟ شكون اللي خلاني الكرامة؟ حنا كيديروا لنا السيروم، ديك الكرامة كيمصوها منا، علاش؟ حنا بغينا نعرفوا السبب، علاش ما نخدموش في الإنعاش؟ حنا من الناس اللي كنا في باب سبتة، حنا من الناس اللي كنا خدامين في المعبر، كنلقى فريدك خدام، تطوان خدام، مارتيل خدام، شنو السبب حنا ما خدامين شي؟ حنايا المشكل ديالنا كنا خدامين الناس سبتة، خدامين في سبتة، وقفنا من الخدمة عطونا الإنعاش، وقفونا لنا وخلوهم خدامين، الناس كتسيقوا خدامين، والناس ديالنا اللي كانوا معنا خدامين، وقفونا غير حنايا بوحديتنا، واش ديك الناس عنده كياكلوا حنا ما كناكلوش، حتى حنا كناكلوا، حتى حنا خصنا نخلصوا الماء، خصنا نخلصوا الضو، كل شيء غلا، كل شيء زاد، وحنايا لا إله إلا الله محمد رسول الله، ما جبرنا ما نعملوا، الملك ديالنا عطانا الخدمة، وحتى واحد ما كيلحق لنا، ما كايناش ما كتلحقش، واخا يعملوا معاك اللي يعملوا ما كيلحقش، ما يمكنش يكون.